يا ترى حدد كمية الخيط المناسبة للمشروع اللي هبدأ فيه ازاي؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم بفكرة جديدة. دايما لما باجي ابدأ مشروع اكتر حاجة بتحيرني هو اجيب قد ايه خيط، وعشان مصدمكوش انا شخصيا احيانا بغلط في الموضوع ده، بس هقولكوا انا بمشي تبعا لايه بالظبط وايه اللي بيكون الفيصل او الفاينل بتاعي كده وانا بشتري كمية الخيط. الخيط تبعي لما باجي اشتريه، اولا انا ببقى مثلا يعني انتوا اسئلكم ما شاء الله كثيره، منها بلوفرات منها كوفيات، قد ايه كميه الخيط المستهلكه، حاجات من دي. كل ما البقره كانت وزنها تقيل حوالي 250 متر، البقره بتوفر معاكي ان انت تشتري كميه خيط اكبر، ده حاجه. البقره كانت قليله زي البقره ده كده بتخليكي تشتري خيط اكتر، ده برضو حاجة تانية. بحدد بقى كمية بناء على ايه؟ بناء على البكرة دي كميتها قد ايه. في بكر فعليا بيكون كتير، والفيصل بتاعي بيكون المقاسات. يعني انا لو هعمل لطفل اكيد مش هروح اجيب 15 بكرات زي ما انا هعمل ليا انا مثلا. بيفرق معايا جدا انه انا بعمل لطفل او بعمل حد كبير. ونيجي مثلا للكوفيات، الكوفيات في ناس بتحب الكوفية تكون حوالي 20 سنتي عرضها، طولها مثلا 180، مستحيل ان هي هتروح تجيب 5-6-7 بكرات زي ما احنا بنعمل في الكورشيه التونسي، لا يعني اكيد هتجيب مثلا 3 بكرات وهتقول ان انا عملت كوفية او بكرتين كمان. عرض الكوفيات مثلا اللي احنا بنعملها ده مش طبيعي وفعليا هي بتدفي قوي وكل حاجة، ولكن هي بيبقى حجمها ضخم، فانتي لما تيجي تقولي لحد انا استخدمت مثلا 5-6 بكرات في كوفية بيبقى مش مستوعب. انتي بس لما بتهزري بتتكلمي جد، الكمية دي كلها زي ما مثلا في البلوفر ده، البلوفر ده كان حوالي 2X لارج، هو البلوفر اساسا ضخم، سحبه ضخم ما شاء الله، اكيد يعني استخدمت 11 بكرة. تبع للمقاس بيبتدي استخدم كمية الخيط، ولكن في حاجات بتكون ايه اللي هي الحيادية، بمعنى انه هبدأ مثلا في كوفية من الكوفيات الضخمة بتاعتنا احنا 4 بكرات، وبعدين ابتدي ان انا بقى ايه احتجت الخمسة ما احتجتهاش، فهماني؟ على حسب الطول وعلى حسب العرض اللي انت هتستميه، ولكن هنقول ان العرض بعد 30 سنتي او 30 سنتي بالظبط، فهتستهلكي مثلا 4 بكرات في كوفية مثلا طولها 180، عشان لو كانت بنوتة 190 سنتي مثلا او مترين لو راجل وكده. دي حاجات حيادية. في بالنسبة للبلوفرات اللي اسهم لارج الاكس لارج، ويمكن بيلبسوا ميديال او سمول برد، انا مثلا مشكلتي ان كتافي عريضة ورفيعة، فلما باجي مثلا البس حاجه بحتاج ان انا سيستمها تبع لذلك، فبستهلك اكتر من 5 بكرات او 4 بكرات وشويه لو بشتغل شغل لاسيه، ده برضو تبع للمقاس بتاعي. فانت بتروحي تحددي المقاس الاول، وبعدين بتشوفي المقاس ده هيستهلك منك بكر قد ايه. وطبعا مش هيستهلك مني بكر وخلاص، لا انا ممكن مثلا الكوفيه دي عملتها ببكره واحده بس، وهي اطفالي بتصلح رقبيه للكبار، مش عشان هي تريكو، ولكن عشان هي كانت كبيره، كانت 200 جرام مرة واحدة في بكرة واحدة. كمية الخيط تبع للمقاس اللي انت هتعمليه، تبع لنوع القطعة، وتبع لحجم وكمية الخيط. الثلاث حاجات دول بتبتدي تستمي على اساسهم الشغل بتاعك. اتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم ان شاء الله في فكرة جديدة. منسوش اللايك والشير، مع السلامة، باي.